يعني انا ممكن وانا بوطي ممكن يحصل اصابه في العمود الفقري، الغضروف مثلا يحصل له حاجه وانا بوطي يعني مش غلط. حاجه بس الوقت وخلاص، لا ده ممكن تؤدي لاصابه اطول. بتؤدي لاصابات كتير. تقول انا كنت في البيت مثلا بشيل حاجه من الارض، فطبعا بتوطي بكل بظهرها كله، بالحمل كله بتشيل الوزن، حسيت ان ظهري طقطق. لا انا بنزل بركبي واشيل الحمل واطلع بيه. طب نشوف برضو البنتين اللي قاعدين عادات، دي اكيد صح ودي غلط. طبعا كلنا هذا المشهد، كلنا هذا المشهد عشان بيريح اكتر. اولا انا قاعد على الكرسي زاويه 90 درجه. كتير جدا الناس بتبقى بتشتكي من فقرات العنقيه. فعلا، خصوصا كمان احنا قعدنا فتره كبيره سنتين في الكورونا في البيت، كان هو ده حياتنا كلها الموبايل. لسه استيل موجود وما زال، بس برضو يعني فدلوقتي بقى الشكوى كتير، الزياره للطبيب العظام بقت كتيره. اول الوضع دوت في تعب في الفقرات العنقيه. طبعا انا دلوقتي العمود الفقري بتاعي طبعا في الدوره الدمويه شغاله، فانا لما بوطي يعني بعطل عمل الدوره الدمويه، فالدم ما بيوصلش لدماغي. فطبعا انا بحس ان انا متوتر تعبان بدوخ طول الوقت، انا لما اتعب ايه اللي هيحصل؟ فبالتالي ان انا ايه؟ هنحني. تمام. فعضلاتي هتاثر على الرئه. انا دلوقتي عملت ازاي؟ تكورت اهو، ان تعبت. تمام. فده ضغط على الرئه. طب عمل الرئه ايه؟ ان هي بتضخ الاكسجين للمخ. بالتالي برضو اثرت على تركيزي في اليوم. اذا بتاثر على حاجات كتير، مش تمام. بس الفقرات يعني، بس العضل. عايز اقول لك يا دكتوره، القعده بتاعت الموبايل دي احنا برضو بنقعدها واحنا جايين نسوق، اللي بيسوق عربيه خاصه اللي بيسوق المسافات طويله بتاع، بيبقى هو قاعد وهو زي قاعد زي الراجل ده كده محني. ده هو كده بقى قاعد طبعا يعني العمود الفقري باين ان هو مقوس اللي احنا قلنا عليه دلوقتي. طيب في ناس بتفرض عليهم يا دكتور يعني غصب عنهم، يعني حاجه حد شغله يعني، هل المشكله تبقى مثلا نغير الكرسي، نرفع الشاشه، حته ان احنا نتعود بقى نبطل نقعد بالشكل ده؟ بقى ظهري مفروض زاويه 90 درجه. تمام. رقم 2 اللي انا اقعد على وساده طبيه شالته او وساده، يعني اقعد وظهري نفس الكلام. رجلي على الارض، ما بتبقاش على الارض مباشر، احط حاجه ترفع زي كرسي كده، ان انا اقعد عليه كرسي مكتب. تمام. برضو لو في ناس شغلها طول الوقت على اللابتوب، تمام، كل ساعه تقوم مثلا 10 دقائق ربع ساعه تغير وضع جسمها. لازم كل 10 دقائق ربع ساعه اغير وضع جسمي. تمام. برضو من ضمن التشوهات القوميه ايدينا. ايه الصوره دي؟ ماوس، ان انا برضو ماسك الماوس على طول، فطبعا ده بيتعب اعصاب الايدين وعضلات ايديا. فين يا دكتور بدر؟ يعني انا بس حركات الماوس بقى، يعني في ناس كتير بتبقى الماوس مثلا كتير مثلا شغلها طول اليوم برضو على اللابتوب، فماسك الماوس، طبعا ده بيأثر على رزل الايدين. اوكي. ده احيانا يا دكتور برضو الموبايل، يعني بنبقى ماسكين الموبايل كده ونلاحظ مع الوقت ان احنا تقريبا بقى لنا ساعه ساعه ونص ماسكين الموبايل كده، بحس ان الحته دي يعني في رعشه في كف اليد. لا وجع شديد، وجع شديد جدا، كمان وجعاني والصوابع، احس ان انا مش قادر اتلم عليها. فاحنا بنعمل ايه بقى؟ نروح ماسكينها بايدينا الثانيه. تمام. طيب في ايه تاني يا دكتور بسبب العادات الخاطئه؟ عادات خاطئه ان انا طبعا عادات انا قاعد على اللابتوب وباكل كمان، يعني انا بضر حمل ووزن، بضر عظمي وكمان زياده الوزن، السمنه طبعا، حمل الحقيبه الدراسيه طبعا. اولادنا كلهم طبعا بيحطوا الجدول كله في الشنطه طبعا، ده برضو احنا بنتكلم دي مرحله نمو العضلات. يعني اوقات الولد بيبقى جاي من المدرسه بيقدر يشيل الشنطه، بالعافيه بتاعته. فاحنا برضو يعني الشنطه الثقيله ازاي يعني يتعامل معاها؟ استاذنكم الصوره اللي قبل كده. اولا ياخد على قد الجدول، تقيل برضه دكتور. تمام. انا اغير بدل ما الشنطه تبقى على ظهري اشيلها بالعكس، احضنها بالعكس. اوكي. ثانيا لو اتيح ليا ان انا اجيب شنطه اللي هي بتتجر يبقى افضل. وبرده مثلا ما احملش على ايد واحده، يعني انا هجر باليمين مثلا انا راجع بالشمال، بحس ان انا ما بقاش ايد واحده هي اللي عليها المقاومه كلها. حتى برده نلاقي بعض السيدات من كتر شيل الشنطه عندها كتف عالي وكتف واطي. فعلا. برضو نفس الكلام ربة المنزل في وهي جايه من السوق، تلاقي مثلا شايله مثلا اوزان كتير جدا على ايدها، ايد واحده فعلا، وانا اوزع القوه على ايد الاثنين، تاخد فتره اصلا على ما ايدينا ترجع تاني. تمام. وتحسي حتى الايد نفسها بقى فيها تشنجات. ايوه صح. طب انا ممكن انا عندي الوزن اشيله على الايدين الاثنين.